اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا النهارده يمكن في حدث مهم جدا داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، وحدث استثنائي. بنتكلم على انجاز مهم جدا لفريق كره السله رجال اللي حقق البطوله العربيه منذ ايام قليله باداء ونتيجه ولا اروع من كده. قدامنا على الشاشه بعض اللقطات طبعا النهارده من تكريم الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي لجهاز الفن ولاعبي كره السله رجال في النادي الاهلي بعد الفوز بالبطوله العربيه للانديه رجال اللي كانت مقامه هذه البطوله في الاسكندريه خلال الاسبوع الماضي. انتصار مميز جدا. اللقاء الختامي كان امام الكويت الكويتي اللي مدجج باكثر من لاعب محترف. ايضا كمل لقاء السيمي فاينال امام فريق الاتحاد السكندري، وعاد كوماندوز الاهلي من جديد للفوز ببطولات كره السله اللي كانت غائبه خلال الفتره الاخيره. لكن مهم جدا انك تبدا تشوف المرحله الجايه ازاي تشتغل عليها عشان تبدا تحضر لمنافسات مهمه جدا في الفتره اللي جايه. عندك الدوري، وكنت فايز كمان ببطوله منطقه القاهره الفتره الاخيره البطوله العربيه. عندك بعد كده بقى دوري، وان شاء الله الفتره الجايه بعد كده كمان نشوف البطولات الافريقيه، لان كوماندوز الاهلي العاب الصالات ونجوم الصالات دايما بيكونوا من داخل النادي الاهلي سواء في الطايره او في السله. ونتمنى قريبا ان شاء الله كمان تكون لعبه كره اليد في نفس اهتمامات فريق السله وايضا كمان الطايره، ويحققوا بطولات مهمه جدا خلال الفتره اللي جايه عشان يسعدوا جمهور النادي الاهلي في كل مكان. الكابتن محمود الخطيب قدامكم على الشاشه، تكريم ودرع طبعا او النسر النادي الاهلي كهديه تذكاريه لكل لاعبي وجهاز الفني لفريق كره السله رجال بعد الفوز بالبطوله العربيه للانديه خلال الفتره الاخيره، والبطوله اللي اقيمت فيها الاسكندريه وكانت منافسات قويه جدا تحديدا في المراحل النهائيه. طيب نروح نشوف كلمة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وبالتأكيد كان فيها تهنئة وفيها تفاصيل مهمة جدا نتابع. السادة أعضاء مجلس الإدارة، السيد مدير النشاط الرياضي، الفريق الموقر الجميل، ألف مبروك. وطبعا مجلس الإدارة في الحقيقة كان حريص على تكريم هذا الفريق اللي حقق إنجاز وهو الفوز بالبطولة العربية لأول مرة في تاريخ النادي الأهلي. وبنستأذن كابتن محمود في بداية هذا التكريم انه يشرفنا بكلمة للفريق وفي وجود اعضاء مجلس الادارة. اتفضل يا كابتن. بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم. الحقيقة يمكن النهاردة من الايام السعيدة جدا بالنسبة لنا، لان بطولة اول مرة تدخل النادي الاهلي، وان احنا ده شيء بالنسبة لنا شيء بنقدره جدا، وعندنا امل كبير جدا جدا في حضراتكم بجهازكم الفني والاداري والطبي بكل الجهاز بتاعكم، ان يكون ان شاء الله دي البدايه اللي احنا كلنا منتظرينها. لكن صعبت الامور عليكم. انتوا فريق كويس، لعيبه كويسين، جهاز كويس، كل الامكانيات متاحه ليكم عشان نشهد عصر جديد بالنسبه لكره السله بالنسبه للنادي الاهلي. وانتم تقدروا تعملوا الكلام ده، وعندكم من القدرات الفنيه والبدنيه والقلب والروح اللي هو بيعمل بطولات كتير جدا. فالتوفيق بتاع ربنا سبحانه وتعالى طبعا، لكن الاجتهاد ده امر المفروض اكتر حاجه عجبت الناس كلها اللي بيكلمونا في المباريات اللي فاتت، الروح والقلب والتكنيك الفني وقدرة اللاعبين على تحويل الأمر لصالحهم في أي وقت من المباراة. وده أمر يا رجالة، أمر مهم جدا. أنتوا تمتلكوا مواهب كتير جدا، تمتلكوا جهاز عالي جدا. أعتقد بإذن الله اللي جاي ممكن يكون جوه النادي الأهلي، أي بطولة جاية ممكن تكون موجودة جوه النادي الأهلي. ده بعلاقتكم كمجموعة، بحبكم لبعض، بإدارتكم كمجلس إدارة بيحاول يوفر لكم كل الإمكانيات اللي ممكن تنجحكم. ده دورنا، ومش هنقف عند أي أمر يبقى مقنع طبعا ونستطيع من خلاله إن احنا نقدمه لأي فرقة، مش ليكم انتوا بس، لأي فريق في النادي الأهلي. لكن كمان بقى انت على عاتقكم ان كنتوا واجهه الفريق الاول لكره السله في النادي الاهلي. انتوا واجهه لكل قطاع الناشئين الموجود، انتوا واجهه بتعلموا الناس من غير ما تدروا، بتعلموا التزام وانضباط اداء، بتعلموا حاجات كتير، روح. ودي المهمه اللي هي دي المهمه بتاعت النادي الاهلي طول عمرنا، طول عمرنا من النادي الاهلي
الناس كلها بتقول الاهلي ده قلب، الاهلي ده روح، طول عمرنا كده. وكمان بقى موجود فنيات وموجود مواهب وموجود اداره وموجود اداره فنيه كويسه، يبقى انتوا ايه اللي ناقصكم؟ مفيش حاجه ناقصه الحمد لله رب العالمين. تاني بالنيابه عن الزملاء في مجلس اداره بشكركم جدا على الروح وعلى الاداء. البطوله اللي فاتت اللي جاي هيبقى صعب، لان كل الناس تحب دايما الناس تحب يقول لك البطل ده البطل ده، احاول انا بقى اجرح البطل ده، احاول ان انا اخد من البطل ده. فهتلاقوا في كل مباراه ناس الالتزام ضدكم زاد والروح ضدكم زادت من كل المنافسين. انتوا لو ما كنتوش اعلى مش هتحققوا، لازم من دلوقتي كده تتعاهدوا مع بعض تكونوا اعلى في ادائكم وفي روحكم وفي قلبكم وفي روح الفانيلا الحمراء دي احنا لابسينها دي، لازم تكونوا انتوا اعلى من هذا القدر عشان تقدروا تنجحوا ان شاء الله. مش عايز اطول عليكم لكن بشكركم، ودي بدايه. مش عايز دايما الناس الضعاف اللي يكسب بطوله يريح، اللي يكسب بطوله يكتفي، الكلام ده الناس الضعيفه. لكن الناس القويه واللي عندها ثقه في نفسها اللي بيكسب بطوله بيبص للتانيه، بيبص للي بعديها، بيبص للي بعديها بنفس القوه وبنفس الروح. بكرر شكري ليكم جدا، وشكري طبعا للاداره التنفيذيه وللنشاط الرياضي، لان كل الناس اللي شاركت في انجاز يعني بانجاز جوه انجازات وجوه دولاب بطولات النادي الاهلي. بشكركم جدا جدا، وان شاء الله اللي جاي افضل باذن الله. شكرا. كانت هذه كلمة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في حفل تكريم مجلس الإدارة لكل أعضاء الجهاز الفني واللاعبين فريق كرة السلة رجال بعد إحراز كأس البطولة العربية للأندية رجال خلال الفترة الأخيرة. مهم جدا الكلمة الأخيرة، عشان تفضل في المركز الأول وتفكر في اللي جاي وتبقى قوي لازم تقفل صفحة البطولة وتفكر في البطولة الجاية عشان تكسب البطولات اللي جاية. الضعيف بس هو اللي بيفكر في البطولة ويكسبها ويقفل وخلاص ما يبصش في اللي جاي. نفكر في اللي جاي وباذن الله ان شاء الله نكسب كل البطولات اللي جايه، لان العاب الصالات تحديدا من الالعاب اللي جمهور النادي الاهلي بيهتم بيها زيها زي كره القدم، سواء سله طايره وايضا كره اليد. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل مستمرين معاكم في باقي فقرات برنامج الترند.